كيف حالكم يا صف أول؟ اليوم الاثنين، ويوم الاثنين من ولد يوم الاثنين؟ ولد رسولي. وماذا أقول وأصلي عليه عندما أسمع اسمه؟ ماذا أقول؟ عطروا أفواهكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. ويوم الاثنين ترفع الأعمال إلى الله تعالى، فدائما وأبدا نعمل الأعمال الصالحة يا صف أول. أشكركم. تاريخ اليوم 23/11/2020. اليوم حصتنا يا صف أول في مادة اللغة العربية أيضا سنكمل تجريد حرف التاء. لاحظين يا صف أول إنه حرف التاء أخذ منا حصص كثيرة. نعم، لأنه عنده مشاكل كثيرة هذا حرف التاء. بدنا نشوف شو ماله حرف التاء اليوم يا صف أول. شرحنا في الحصة الأولى عن الإت الصغيرة، وهي صغيرة ومسكينة ما عندها أي مشكلة. في الحصة الثانية شرحنا عن الإت البنات المبسوطة، مبسوطة بقول لك وين ما حطيتيني أنا صحيح بآخر كلمة بس بدي أظلني مبسوطة، ولا يمكن أغير شكلي ولا يمكن أغير لفظي. قلت لها كيف؟ قالت انظري إلى هذه الكلمة بيت معها فتحة بيت بيت. طيب بيتي عليها كسرة بيتي، جيت حطيت فتحة كسرة الآن سكون بيت. هل الإت غيرت لفظها يا صف أول؟ عملت حالها غيرت لفظها؟ ضحكت علينا؟ لا، قالت أنا مبسوطة إتو فتحة ت، أنا لقيت المفتوحة وعلي الفتحة ت، أنا لقيت المفتوحة وعلي الكسرة ت، أنا لقيت المفتوحة ما علي ولا شيء ولا ما علي ولا شيء. إت 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 ما غيرت حالها، قالت أنا لقيت المبسوطة، أنا لقيت المفتوحة، بتحط علي الفتحة ت، بتحطوا علي الكسرة تي، بتسكنوني ما بتحطوش علي حركات، بظل ات بيت ما غيرت حالي. اليوم يا صف أول بدنا نتحدث عن الشكل الثالث من أنواع التاء، وهي الات المربوطة والات المربوطة. طب هي ات مربوطة وهي ات مربوطة، ما الفرق بين هؤلاء؟ نعم، أنت متصلة، أنت مادة إيدك في حمض ممسكوكي، وأنت مربوطة لكنك منفصلة. كيف حالكم؟ نحن بخير. ما بكم؟ أنا الإت المربوطة المتصلة، وأنت الإت المربوطة المنفصلة، لكن أنا أكتب في آخر الكلمة. أين؟ في آخر الكلمة. وأنت أين تكتبي؟ وأنا في آخر الكلمة. حدث خلاف بيناتهم يا صف أول. قلت لها أنت في آخر الكلمة بس أنت متصلة، وأنا في آخر الكلمة بس أنا منفصلة. في إت كمان معانا مزعجيتنا. مين هي؟ مين هي يا حبيبي؟ هم بتحدثوا مع بعض، شوفي بحكوا مع بعض الخوات. قلت لها الإت الكبيرة كثير أزعجتني، كمان بتيجي بآخر الكلمة، هاي بآخر الكلمة كمان، وإما متصلة وإما منفصلة. أنا باجي بالآخر متصلة، وإنتي بتيجي بالآخر منفصلة. فصار بيناتهم خلاف. فإجينا من اليوم يا صف أول نحل الخلاف اللي حدث بين الإت المبسوطة والإت المربوطة والإت المربوطة، لأنهم كلهم بيجوا بآخر الكلمة. بس أنا كيف بدي أميز كمان شوي يا صف أول بالقراءة وبالكتابة، إنه يا ترى أكتب هذول الشكلين ولا أكتب هاي الإت الكبيرة؟ تعالوا نتعرف كيف سأميز بين أشكال حرف التاء. انظري إلى الكلمة الأولى، سنقرأ الكلمة الأولى. يا سو مقطع، أحسن، سو ر ت، ممتاز. اتبع فتحة ت. نقرأ الكلمة الثانية نفسها يا صف أول. يا سو ر ت، كسرة معها، أحسنتم يا صف أول. تي مش تي تي، ما تقصي. نأتي إلى الكلمة الثالثة نفس الكلمة، سو ر ات. لا، هون المشكلة يا صف أول. لما سكنتها بدها تميز عن الات الكبيرة، بدها تعمل حيلة على الات الكبيرة وتغير لفظها. بتقول أنا ما بدي أضلني زي الات الكبيرة يرفضوني ات. قلت لها شو بدك؟ قالت بدك تعمليني اني تعبانه، فكروا خليني افكر بحيله. شو الحيله اللي بدك اياها؟ بدي اطلع الدرج
انا تعبان تعبان باخر بحالي، طالعه الدرج وتعبانه. كيف تطلعي الدرج تعبانه؟ شوف كيف طالعه الدرج تعبانه. عملت حالها حرف الهاء، عملت حالها مثل لفظ حرف الهاء. لكن هل هي هاء؟ لا، هي تاء، لانه لها نقطتين يا صف اول. حرف الهاء ما له نقاط، لا يوجد له نقاط. هي بتتميز بس قالت انا بدي اعمل حيله حرف الات كبيره، بس لما تسكنوني اعملوني حرف ا. تعبان وطالع على بصعد الدرج، بس هي حرف ات بالاصل، هي شكل من اشكال الات، لكن باللفظ عملت حالها زي لفظ حرف الا. فقالت انا لما تسكنوني بغير حالي. ات المربوطه وعليها الفتحه تا تا. انا الات المربوطه وعليه الكسره تي تي. انا الات المربوطه وعليه السكون اه. خلت حالها تعبانه وغيرت حالها لما سكنتها، بس لما تسكنيها. نيجي للكلمة الثانية، تم ر ت. ممتازة، عليها فتحة ت. أنا لقيت المربوطة وعالي الفتحة ت ت ت. تم ر تي، عليها كسرة. أنا لقيت المربوطة وعالي الكسرة تي تي تي. أنا لقيت المربوطة وما علي ولا شيء، عليها سكون. تم ر سنتم رائعين. تمرة غيرت حالها، خلت حالها إنها طالعة تصعد على الدرج، وإنها عشان توري الإت المربوء المفتوحة إني أنا لما بتسكني بغير لفظي. نأتي إلى كلمة مبرورة، مبرورة. طيب مبرورة عملت حالها إنها تعبانة لما سكناها. أنا لقيت المربوطة وعلي الفتحة ت ت ت. أنا لقيت المربوطة وعلي الكسرة تي تي. أنا لقيت المربوطة وما علي ولا شيء، يعني ما عليش حركات، علي سكون ساكن. شو بعمل حالي؟ طب صف أول بدي أكتب لك كلمتين وتقولي لي كيف بدي أحلل هذول الكلمتين. انظري، ها سو ر ت، وبدي احلل سورة. شوفوا يا صف اول بتغير تحليلهم ولا لا. يلا نقلون التحليل الاول. ممتازة، احسنتي، رائعة. المقطع الاول سو، حرف الثاني ر، حرف الثالث ت. ممتازة، كم مقطع فيها؟ مقطع واحد. طيب هنشوفهم، يلا يا صف اول نقلون التحليل. المقطع الاول سو، احسنتي، رائعة. راح لحال والإه لحال، هيك؟ لا، أخطأنا. أخطأتي يا معلمة، ليش؟ فيها كمان مقطع؟ هي المقطع، وين المقطع الثاني؟ ممتاز، فول رائع، تصفيق لك رائع. متحرك ساكن يا معلمة، هتصير مقطع. راح راح، ها يا صف أول سو، راح 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 إيه راح. إذا فيها مقطعين، هاي فيها مقطع، لاحظي شوفي السكون عملت هون مقطع. سورة، هون سورة ت. أحبائي هيك أكملنا الإت المربوطة المنفصلة مع الفتحة مع الكسرة مع السكون. لما بسكنها المربوطة المنفصلة بتغير لفظها، تعمل حالها حالها حرف الهاء، لكن هي لها نقطتين، هي بالأصل إت، بس عشان بدها توري حرف الات المبسوط اني انا ما بضل مثلك لما بتسكن، انا بغيري لفظي. الان بدنا نيجي يا صف اول على الات المربوطه المتصله، هاي منفصله كملناها، بدنا نشوف المتصله، اين تجلس يا حرف الات المربوطه المتصله؟ في اخر الكلمه، في نهايه الكلمه. طب انا كيف بدي اميزك؟ انا متصله، هاي اختي منفصله، بسبقها حرف انفصال، بسبقها ار، بسبقها او، ما بتمسك بحدا. دائما بسبقها حروف انفصال، ما بتمسك بحدا، لكن انا المتصله مادي ايدي الحروف القبليه وبدها تمسكني. جينا لكلمه نقراها، فراشتي، 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 تي، التانية كسره
تي. طيب ف را ش ف را ش إيه؟ غيرت حالها، غيرت حالها، مش انت قالت لها انا زي زيك زي اختي احنا خوات انا مربوطه وانت مربوطه، لما بتسكنيني كمان راح اخلي حالي تعبان واغير لفظي. فراشه فراشتي، كم مقطع في كلمه فراشتي؟ مقطع واحد هي الراء. طب هون كم مقطع؟ مين بيعرف؟ هي الراء ممتاز، هي مقطع ممتاز، لما سكناها صار مقطع متحرك ساكن فيها مقطعين. فراشة. نأتي إلى كلمة بس ما ت، بس ما ت، التو فتحة ت، بس ما إه، لما بتحط عليها سكون تعمل حالها إه زي الإت المربوطة المنفصلة. رايا تي، رايا تي كسرة، التو كسرة تي، الإت لما بتسكنيها شو بصير يقول إه، رايا إه، رايا رايا. إذا مين اللي غيروا لفظهم يا صف أول؟ الإت المربوطة المنفصلة والإت المربوطة المتصلة. إت مربوطة وعالين فتحة ت، إت المربوطة وعالين الكسرة تي تي، أنا الإت المربوطة وعالين السكون، عالين السكون شو بصير؟ إه إه إه. إذا التاء المربوطة لما بسكنها بتغير لفظها وبتعمل حالها حرف ها، لكن هي ات عليها نقطتين وليست حرف ها بس باللفظ ها في العام. الآن يا صف أول بدي أعمل لكم مسابقة حتى تشوفوا أنتم بالإملاء فكرة كيف ممكن أنكم تميزوا، كيف بدي أميز أنا الات المربوطة ولا ات مفتوحة بالكتابة. انظري يا صف أول ماذا سأفعل؟ انظري يا صف أول ماذا سنفعل؟ سأكتب كلمة. هاي الكلمة مادة إذا وبدها حرف مناسب. إذا الحروف اللي مين هم اللي بنكتبوا بآخر الكلمة يا صف أول؟ يلا الإت كبيرة والإت المربوطة منفصلة والإت المربوطة المتصلة. إجت المعلمة قالت خلينا نقرأ الكلمة. يتيمتا، 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 سمعت صوت إت بالآخر. يا ترامين، بدي أنا أمتحنهم، ما بصير أجيب دغري الإت وأجيبه أحطها. يتيمتا، بدي أمتحنهم بالحركات، إيش الحركات؟ بالفتحة وبالكسرة والسكون. يلا خلينا نجيب الإت الكبيرة. يلا يتيمتا، هي صح. طيب حطيت لها الكسرة، يتيمتي. طيب حطينا الإت اللي عليها السكون، ها يتيمت، مش حلو لفظها. يتيمتا، يتيمتي، لما سكنتها بين انه في عندي مشكله. اه يتيمت، اذا انا السكون الاختباري، انا بختبر الات بالسكون. يتيمت، اذا انا اخطات في كتابه الات ليتيمت. خلينا نشوف مين يا ترى مادي ايدها الام، بدها هاي خطا، اذا هاي خطا وهذا عد خطا. مين يا ترى المتصله؟ خلينا نجربها. ها يتيمتا، يتيمة تي، يتيمة، من الأصح يتيمة، أحسنتم. إذا هي بدها تاء مربوطة متصلة، يتيمة، وهي يتيمة واحدة. طب يا صف أول علشان ما أزعلها، عشان ما أزعل هاي الإت الكبيرة، مين الشاطر بحكي لي شو أضيف حرف هون لهاي الكلمة عشان أجيبها الإت الكبيرة؟ مين الشاطر بعرف؟ يتيمة ما. مش عارفين؟ طب انا بدي احط لك الحرف ها، بدي اسويها هيك. ياتي ما، ياتي ما، جبت الان يا ترى يتيما، بدها ها يتيما، يتيما، لا اخطأتي يا معلمه. طب بدها الات المربوطه المتصله، ايه عمرك شفتوها لحالها؟ لا اخطأتي، خلينا ننزلها الكبيره. يتيمات، أحسنتم، يتيمات. طب مين الشاطر يقول لي غير إني أنا اختبرتها بالسكون وهي طلعت صح؟ يتيمات بتدل على جمع، على مجموعة بنات يتيمات، ولا بتدل على واحد يتيمة؟ أحسنتم، بتدل على مجموعة يتيمات، مجموعة
والات قلنا المجموعه بتاخذ الات الكبيره. هيك يا صف اول انت بتكون بدك تختبر اي ات بدك تحطها بالكلمه، اختبرها بحركه السكون. وراح اعيد كمان مره الحصه القادمه، ارد اعيد لك كيف انك تميز بالكتابه بين التاء المفتوحه والتاء المربوطه المتصله والمنفصله. الان سنذهب الى الدوسي. الان انا لحد الان يا صف اول ملاحظ ما جبت سيره كتاب اللغه العربيه، بعدها بنشتغل على الدوسي. بفتح كتابي صفحه، دوسيتي صفحه 50 51. الان بكتب اليوم الاحد والتاريخ 23، صف اول. هاي اليوم الاثنين بكتب هاي الصفحه، يوم الثلاثه بكتب هاي، مش ضروري اكتب الاثنتين مع بعض واكتب هالحياة الله، لا، ما انا بدي اقرا. لازم يا صف اول، مش المهم انك تكتب وتودي للمعلم انك كتبت، لا، الهدف يا صف اول قبل ما تكتب انك تقرا. بقرا هيك سورة تا، تهجى تهجى شو وراك، ها، سورة تا، سورة تا، سورة سورة، ايه غيرت حالها لما تشوف الات المربوط عليها سكون غير لفظها. تمرة تا، تمرة تا، تمرة تمرة، صار المقطعين. مبرورة تا، مبرورة تا، ما قلت مبرورة تا تمدها مد قصير، مبرورة مبرورة. سميرة تا، سميرة تا، سميرة إيه سميرة. فراشة تا، فراشة تا، فراشة، شه 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 إيه شه، فراشة. كملت هاي قرأتها يوم الاثنين. يوم الثلاثاء تذهب إلى صفحة 51 وبتقرأ بس ما تا، بس ما تا، بس ما، صاروا مقطعين. بس ما را ي تا، راية را ي تا، راية تا، را ي راية. بو ما تا، بو ما، تو ب تا، توبة تا، تو ب توبة. إذا لما تكون الكلمة تنتهي بالتاء المربوطة المنفصلة والتاء المربوطة المتصلة وسكنها حط عليها سكون بتغير لفظها، بتقول عن حالها إيه؟ أنا لقيت المربوطة وعلي الفتحة تا تا، أنا لقيت المربوطة وعلي كسرة تي تي تي، أنا لقيت المربوطة وعلي السكون إيه إيه إيه. خلي حالها أنا طالعة الدرس وتعبانة. هاي بتكون يوم حصتنا اليوم الاثنين، اكتبها صفحة يوم الاثنين والصفحة الثانية يوم الثلاثاء. عليك يا صديقي بعيد وبزيد انه لازم تركز على قراءة الكلمات، وراح اعطيك كمان حصة، كمان راح اعيد لك قصة حصة كاملة كيف تميز بالكتابة بين التاء المفتوحة المبسوطة والتاء المربوطة المتصلة والمنفصلة. يا صديقي شكرا لك ويعطيك العافية.